بعد طول انتظار ومعاناة وصلت إلى قسم غسيل الكلى تيجي محطة تحلية جديدة، جهود كبيرة بذلتها إدارة المستشفى وبلدية باطن الجبل من أجل هذه المحطة. اليوم ماكينة تحلية غسيل الكلى بالمستشفى تيجي بعد جهد جهيد بذل من إدارة المستشفى وبلدية باطن الجبل مشكورين، تم وصول الماكينة إلى المستشفى. في هذه اللحظات نشكر كل من ساهم في ولو بكلمة ولو بأبسط شيء لمريض غسيل الكلى لمواساته ومعاناته في هذه الظروف. قسم الكلى بالمستشفى شهد طيلة الفترات الماضية توقفاً مستمراً للمحطة القديمة التي لم تعد صالحة للاستعمال. فرحة كبيرة لدى مرضى الكلى بهذه الخطوة التي ستساهم في التخفيف من معاناتهم.